في اليوم الدولي للعمل البرلماني، السيد الحكيم يدعو المكون السني لحسم اختيار رئيس للبرلمان بشخصية تتمتع بالمقبولية والقيادة. العراقيون يحيون الذكرى الرابعة بعد المئة لاندلاع ثورة العشرين، وأبناء الجنوب يعيدون تسطير أمجاد الأجداد. 5 عقود لمشاريع استراتيجية تبرمها التخطيط في ديالى ونينوى، والجهد الخدمي يكشف عن افتتاح 30 مشروعا في بغداد قريبا. بنسخته الثالثة، تيار الحكمة ينظم الملتقى النسوي للمبلغات في النجف الأشرف، والسيد الحكيم يدعو لاستثمار المنبر الحسيني لمواجهة التحديات الاجتماعية. يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل البرلماني، والذي يأتي كل عام للتذكير بأهمية قيم الحرية والديمقراطية ودورها في إرساء السلام ولغة الحوار بين أبناء الشعب الواحد وبين الشعوب المختلفة، حيث يولي العالم العمل البرلماني اهتماما كبيرا ليس على المستوى السياسي فقط، وإنما أيضا الثقافي والفكري والاقتصادي وغيرها من المجالات، حيث يتم الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني كل عام في 30 حزيران، وهو التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889. ويأتي في بيان للأمم المتحدة بتلك المناسبة إن تأسيس يوم دولي للعمل البرلماني هو أمر بالغ الأهمية في هذا الوقت الحرج للديمقراطية البرلمانية، حيث يفقد الناس الثقة في المؤسسات السياسية، وتواجه الديمقراطية نفسها تحديات من الحركات الشعبوية والقومية. دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم إلى حسم اختيار رئيس للبرلمان وتعزيز العمل النيابي. وقال السيد الحكيم في بيان باليوم الدولي للعمل البرلماني إن المناسبة تمر بينما ما يزال مجلس النواب العراقي يعيش حالة شغور منصب رئاسته، داعيا إلى حسم المنصب واختيار رئيس للمجلس يتمتع بالمقبولية والقدرة على القيادة. كما حث السيد الحكيم على تقوية النظام البرلماني عبر تشريع القوانين ذات التماس المباشر بحياة الناس، وتعزيز المراقبة والتقويم والإشادة بمكامن القوة والإنجاز والإضاءة على نقاط الضعف في العمل التنفيذي لمعالجتها. كشف مصدر سياسي عن طرح مبادرة سياسية جديدة تهدف لتفكيك أزمة اختيار رئيس البرلمان، وتضمنت المبادرة التي أعلن عنها تحالف الحسم الوطني استضافة جلسات الطاولة المستديرة مساء يوم الاثنين الأول من تموز المقبل. وتأتي المبادرة لتنضيج رؤية مستقبلية لحل الخلافات العالقة وتوحيد المواقف حول الملفات المطالب بها في ورقة اتفاق تشكيل تحالف إدارة الدولة والحكومة، وإعادة تنظيم الصفوف لحسم مرشح الاستحقاق السني لمنصب رئيس السلطة التشريعية حال مباشرة البرلمان جلساته. عزم برلماني غير مسبوق لانتخاب رئيس غائب منذ نحو 6 أشهر في اليوم الدولي للبرلمان يشغل فراغ منصب الرئيس بال الكتل السياسية. الانشقاق السني يعطل وصبر الإطار التنسيقي يطول. يبدو أن مجلس النواب عازم هذه المرة على انتخاب رئيس له، حيث قرر أن يبدأ بهذه الرحلة فور انتهاء العطلة التشريعية التي بدأت في 9 حزيران الحالية. وتكمن المشكلة في إتمام هذا الملف الشائك في انقسام المكون السني بين مرشحين وانسحاب مرشح ثالث وانقسامات أخرى تشهدها الأحزاب السياسية السنية، فيما ينتظر الإطار التنسيقي صاحب الأغلبية اتفاق أبناء المكون السني لتمرير الشخصية المرشحة.
7 أشهر بلا رئيس، حالة غير مألوفة يمر بها المجلس. وكانت جلسة المجلس لانتخاب الرئيس قد تخللتها مشاجرات وعراك بين النواب وشغب داخل البرلمان، بعد أن حصل المشهدان ومنافسه سالم العيساوي على أغلبية الأصوات، وهو ما يعني اللجوء إلى جولة ثانية وثالثة وإلى ما لا نهاية. رفع الجلسة إلى إشعار آخر ربما يكون حلا ريثما يجري الاتفاق في عروق العملية السياسية. وفيما يحتفل البرلمانيون في العالم باليوم الدولي للعمل البرلماني، فإن هذا الأمر يشكل دافعا للنواب العراقيين لإكمال المهمة المنتظرة، فيما تقف العملية السياسية على شفا انتظار إكمال مفاصل الدولة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية. بقاء البرلمان بلا رئيس خلل في العمل السياسي، وفي ضوء ما تقدمه الحكومة لا بد من العمل بالتوازي مع السلطة التنفيذية، وهي مسؤولية على البرلمان أن يتحملها بجدية. أعلنت اللجنة القانونية النيابية أنه لا بوادر لعقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي أنه حتى الآن لا توجد أي بوادر لعقد جلسة استثنائية في مجلس النواب لانتخاب رئيس للبرلمان. الحمامي أكد ذهاب جميع المعطيات إلى انتهاء العطلة التشريعية من دون عقد جلسة استثنائية. وكانت مصادر نيابية توقعت أن يتم حسم منصب رئيس مجلس النواب بعد عطلة عيد الأضحى. يرى مراقبون أن اختيار رئيس للبرلمان ركيزة أساسية من الاستحقاقات الدستورية، فيما شدد آخرون على ضرورة أن تنهي القوى السياسية السنية الخلافات وتحسم منصب رئيس البرلمان. المزيد مع حسين ياسين. بينما تحتفل معظم دول العالم باليوم العالمي للعمل البرلماني، ما تزال المؤسسة التشريعية العراقية تنشغل بغياب الحسم لأكثر الملفات حساسية في عملها، وهو عدم التوصل لمخرج من أزمة اختيار رئيس للبرلمان رغم مرور قرابة 7 أشهر على شغور المنصب الذي يعتبر حسب أعضاء في المجلس ركيزة أساسية من الاستحقاقات الدستورية. هنالك رأي داخل الإطار التنسيقي ورأي متفق عليه بأن كل الكتل المنضوية تحت الإطار التنسيقي متفقة على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس مجلس النواب وعدم عرقلة هذا الاستحقاق، والكل ينتظر اتفاق المكون السني على شخصية معينة أو آلية محددة لحسم هذا الاتفاق. بالتوازي مع ذلك، دعت آراء أخرى المكون السني المناطة له مهمة تقديم البديل عن الحلبوسي إلى ضرورة ترك الخلافات والساحات المتنافرة والدخول إلى ساحة المصلحة العامة وتبني مواقف القوى الوطنية التي تدفع باتجاه تشريع القوانين ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين وتنشيط الدور الرقابي. اليوم سيد الموقف سيكون التوافق، هذا أمر لا بد منه، لأنه العملية السياسية بنيت على هذا الأمر، التوافق هو سيد الموقف. اليوم الأخوة السنة عدم وجود توافقهم داخل البيت السني هو أفضى إلى هذا الأمر والتشتيت، وعدم وجود رئيس البرلمان هذا الجزء الأكبر من المشكلة. وبينما توقع أعضاء في مجلس النواب حصول اتفاق سني خلال الأيام المقبلة لاختيار مرشح متفق عليه على الأقل بين الأغلبية الأكثر عددا داخل المكون، إلا أن هنالك قراءات أخرى للمشهد ترى في الدعوة لعقد جلسة انتخاب جديدة وإكمال السباق الأخير بين المشهدان والعيساوي هو الحل الأمثل لهذه الأزمة. حسين ياسين، الفرات، بغداد.
احتفلت نقابة الصحفيين بالذكرى 55 للعيد الوطني للصحافة العراقية تحت شعار الصحفيون العراقيون ألق الحرية وإلهام للبناء بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وأكد السوداني أن الصحافة العراقية أسهمت في نشر الثقافة واحتضن صفحاتها سجالات ثقافية مهمة أثرت في البنية الثقافية العربية. وأكد أن التأثير الأهم للصحافة يتمثل بدورها في الأوضاع والأحداث السياسية التي شهدها تاريخ العراق، لافتا إلى أن الصحافة أثبتت بأنها أقرب لهموم الناس وعامل حاسم ومؤثر في توعية الرأي العام أمام محاولات تدجينه أو السطو على حريته وتفكيره. من جانبه أعلن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي العمل على إعداد قانون شامل يضمن حقوق الصحفيين العاملين في القطاع الخاص. أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال كلمته في الاحتفالية المركزية بمناسبة عيد الصحافة العراقية أن الحكومة عملت على توفير بيئة آمنة تكفل للصحفيين تأدية دورهم من دون مضايقات أو تعسف. لقد حرصت حكومتنا منذ تشكيلها على أن توفر جميع إمكانيات النجاح للصحافة الوطنية المهنية إيمانا منها بقيمة العمل الصحفي وتعزيزا لدورها الوطني، كما أن حكومتنا عملت على توفير بيئة آمنة تكفل للصحفيين تأدية دورهم من دون مضايقات أو تعسف. ولعل خير مثال على اهتمامنا واحترامنا لقيمة العمل الصحفي ودعم وتعزيز حرية الإعلام والنشر هو إصرارنا على إكمال متطلبات مشروع قانون حق الحصول على المعلومة بعد أن صوت عليه مجلس الوزراء، مثل ما أننا حريصون على توفير سبل العيش الكريم. يحيي العراقيون الذكرى 64 على اندلاع ثورة 20 ضد الاحتلال البريطاني للمطالبة بالاستقلال، حيث أخذت الثورة صداها وأصبحت نقطة لافتة في التاريخ الحديث وتحولت إلى يوم وطني للأجيال اللاحقة، حيث يحتفل بذكراها كل عام بوصفها ذكرى احتجاجية مشتعلة. ورغم الأوضاع الأمنية والسياسية وانشغال العراقيين بأحداث شتى ربكت مشهد الحياة، فإنهم لم ينسوا ملحمة ثورة 20 التي انبثقت منها الدولة العراقية الحديثة وأصبحت درسا للحركات والثورات والاحتجاجات التي حصلت فيما بعد. وتعد ثورة 20 على الرغم من عفويتها أول ثورة عربية تقوم ضد الاحتلال البريطاني وقواته، وقد كبدت المحتلين خسائر وغيرت نظرتهم للكيفية التي يجب أن يحكم بها العراق، حتى أصبحت الثورة مصدر إلهام للشعب العراقي في الدروس والعبر التي يستعيدها العراقيون بما يرسخ فيهم قيم الوطنية الحقة. العراقيون يستذكرون ثورة 20 وبطولات الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال ودور المرجعية الدينية في النجف الأشرف في استنهاض ثورة الشعب ضد الاحتلال البريطاني. لنتابع. بعد 100 على مرور انطلاقة ثورة 20، تلك الثورة التي لم تكن حدثا هامشيا وعابرا في تاريخ العراق الحديث، بل بداية الانطلاقة الحقيقية لنيل الحرية والاستقلال من قبضة الاحتلال البريطاني والتأسيس لمرحلة ترفض من خلالها الهيمنة والوصاية الأجنبية على بلاد ما بين النهرين. لكن ذلك لم يأتي من دون تقديم بطولات وتضحيات ومواقف وطنية لإيقاد شرارة الثورة التي كانت ساعة الصفر لها في 30 من شهر حزيران عام 1920، وتحديدا في مضارب عشيرة الظوالم بقضاء رميثة بقيادة شيخها شعلان أبو جون،
لتتحول بعدها إلى ثورة شعبية عارمة اتسعت مساحة المشاركة فيها من أقصى العراق إلى أقصاه، يتقدمهم رجال الحوزة وعلمائها وشيوخ العشائر والمفكرون والأدباء والفلاحون والعمال وغيرهم من شرائح المجتمع العراقي كافة، ليأتي معها آنذاك قرار من المرجعيات الدينية المختلفة التي أصدرت الفتاوى والبيانات الثورية حثت من خلالها الشعب العراقي للنهوض بوجه الاحتلال البريطاني. فانطلقت الجماهير معلنة رفضها وعدم قبولها بالوعود الكاذبة والإصرار على أخذ الحق باليد رغم التفاوت الكبير في العدة والعدد بين الجيش البريطاني وما يمتلكه من طائرات ودبابات وأسلحة حديثة وبين أسلحة الثوار البدائية، ليتحقق النصر أخيرا بنيل الاستقلال وتثبيت ركائز الدولة العراقية والحكم المنشود، لتصبح بعدها ثورة العشرين الحدث المفصلي الذي لن ينساه العراقيون. حسين ياسين. أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم أن ثورة العشرين هي صفحة مشرفة قامت بثنائية المرجعية الدينية والعشائر العراقية الأصيلة. وقال السيد الحكيم في بيان إنه على الرغم من مرور قرن وأربعة أعوام على ثورة العشرين وما زالت تمثل لدى أبناء الشعب العراقي محطة فخر واعتزاز وشموخ وإباء، مؤكدا أن تلك الملحمة الوطنية العراقية الأصيلة التي أسست لبناء دولة حديثة بعيدا عن أي أجندة أجنبية وخارجية صفحة مشرقة قامت بثنائية المرجعية الدينية والعشائر العراقية الأصيلة. هذا وحث السيد الحكيم على تخليد هذه الثورة وأبطالها الذين استرخصوا الأرواح في سبيل استقلال العراق ووحدته وسيادته الوطنية. في المثنى منطلق الثورة يستذكر الأحفاد أمجاد الأجداد في ثورة العشرين التي قاومت الاحتلال البريطاني. ثورة العشرين شعلة خالدة في تاريخ الشعب العراقي الذي واجه الاحتلال. تقرير محمود قاسم. أربعة أعوام بعد المئة مرت على ذكرى ثورة العشرين الخالدة التي انطلق شرارتها من المثنى لتعم البلاد وترفع راية النصر المؤزر حينها بالفالة والمجوار بعد دحر قوات الاحتلال البريطاني المدججة بالسلاح والعتاد. انطلقت هذه الشرارة من هذه الأرض، من هذه المحافظة المعطاة، وعمت كل أنحاء العراق بتسديد وبتخطيط ومن قبل المرجعية الرشيدة آنذاك. فلذلك امتزجت هذه الثورة بفتوى المرجعية وبدور العشائر الكبير جدا، وحقيقة دور عشيرة الظوالم وعشائر محافظة المثنى جميعا كان الدور الأول الذي انطلق منه الشرارة واستمرت لكل أبناء الشعب العراقي. من مدينة الرميثة، من عشيرة الظوالم، نريد من العراقيين يبقون على تواصلهم ودعمهم للمرجعية الرشيدة، ونعاهد مرجعيتنا الرشيدة على أن نكون ونبقى مشروع دم من أجل فداء العراق. شيوخ عشائر وسادات ووجهاء المثنى يستذكرون في مثل هذه الأيام الدور الكبير الذي لعبته الثورة في إبراز هيبة وقوة العراقيين وتكاتفهم في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية وإزالة قوى الاحتلال. الدور البارز لتكاتف العشائر مع المرجعية في حينها مرجعية النجف الأشرف، حيث كان لها الدور البارز في مقارعة الاحتلال البريطاني. ثورة العشرين بمضامينها المختلفة وأهدافها الحقة ستبقى شمعة مضيئة للأجيال يستنير بها كل من يبحث عن مجد وتاريخ مشرف حافل بالبطولات. من المثنى محمود قاسم، الفرات. أعلى
أعلنت وزارة التخطيط إبرام 5 عقود لتنفيذ مشاريع خدمية في محافظتي نينوى وديالة. وذكر بيان للوزارة أن الصندوق الاجتماعي للتنمية وقع خلال الشهر الحالي حزمة من العقود الجديدة لعدد من المشاريع الخدمية ضمن خطته للعام الحالي في محافظة نينوى وديالة. وأضاف أن المشاريع الخدمية لمحافظة ديالة تضمنت إنشاء مدرسة في قرية مرجانة ومركز صحي في قرية الرحاملة. كما تضمنت العقود أيضا مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في قرى الهاشمية الصغيرة والبخليل والمحبوبية وأبو خميس والحمايل الأولى. وأشار البيان إلى أن مشاريع محافظة نينوى شملت إنشاء طرق في قرى خورسيبات وطوب زاوة شريخان السفلى عمر قابتش السفينة بجوانيا عليا إجحلة والقابوسية وزيروان وهمدان وشيبي القاسم والهلال. أوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات تفاصيل الأعمال بمجسر قرطبة. وقال استبرق صباح المتحدث باسم وزارة الإعمار أن الوزارة تؤكد عدم وجود عودة للعمل في مجسر قرطبة، إنما تم ملاحظة فرق بين المنسوب وبين المجسر والشارع، مما دفع إلى إعادة تبليط الشارع بمسافة 20 متر نزولا و20 متر صعودا، مضيفا أن لجنة الاستلام الأولي رصدت فرقا بالمنسوب، خصوصا وأن المجسر مشروع إنشائي يخضع إلى متابعة ورقابة من قبل لجنة الاستلام، ويكون المقاول ملزما بتعديلها لضمان انسيابية سير العجلات صعودا ونزولا، الأمر الذي دفع إلى إعادة تبليط الشارع. أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في بغداد وبرعاية شركة أشور إنجاز تأهيل منطقة الخطيب الزراعية في الشعلة، حيث شملت أعمال التأهيل إكساء وتبليط الشوارع وتأهيل البناء التحتية والمجاري. هذا المشروع هو ثمرة مهمة من ثمرات إنجازات فريق الجهد الخدمي والهندسي، باعتبار منطقة الخطيب الزراعي منطقة كبيرة تم تنفيذ أكثر من 160 شارع بطول 31 كيلومتر، مساحة التبليط بحدود 250 ألف متر مربع، الشوارع اللي تم تبليطها بالمقرنص بحدود 16 ألف متر مربع، إضافة إلى تطوير وتأهيل البنى التحتية وربطها بالمجاري العامة. المشروع لو نفذ بطريقة المقاولة كان مدة زمنية أضعاف، يعني احنا نفذنا كفريق جهد خدمي وهندسي هذا المشروع في اقل من سنه. هذا الشارع اللي احنا واقفين عليه بالافتتاح هذا هو بحد ذاته يمثل مشروع الوحده، هو مشروع لفك الاختناقات اللي يربط بين طريق صلاح الدين وطريق الغزاليه البصره. طبعا هناك اكثر من 30 منطقه سيتم افتتاحها في الايام القليله القادمه. هذه المناطق واقعة ما بين قاطعي الرصافة والكرخ، هناك منطقة الجزائر في الشعب وسبعة مناطق محيطة فيها أنجزت بالكامل، وكذلك حي الباقر ضمن قاطع بلدية الشعب. أيضا لدينا مقاطعتين ضمن منطقة بلدية سبع قصور في قاطع بلدية الشعب، المقاطعة 5/12 والمقاطعة 3/12 أيضا أنجزت ومن المؤمل افتتاحها في الأيام القليلة القادمة. وكذلك الشارع الرئيسي شارع أبو علي في منطقة سبع قصور يربط ما بين منطقة سبع قصور والفحامة، سبعة مناطق أخرى ضمن قاطع بلدية الشعلة انجزت بالكامل، المقاطعة 401 والمقاطعة 405 وكذلك منطقة الوقف القادري والدهوي والدولعي و420 وكذلك مناطق أخرى ضمن قاطع بلدية بوب الشام والفحامة. أيضا هناك ستة مناطق انجزت بالكامل. تستمر أعمال افتتاح هذه المناطق حسب المنجز الذي حدد موعده دولة رئيس الوزراء المحترم هو شهر حزيران لإنجاز كافة مشاريع فريق الجهد الخدمي الهندسي. من جانبه قال رئيس فريق الجهد الخدمي في بغداد عبد الرزاق المالكي أن هناك أكثر من 30 مشروعا سيتم افتتاحها في جانب الكرخ ورصافة بعد إنجاز أعمال فريق الجهد الخدمي فيها. اليوم تصريحنا وأكد للسيد دولة الرئيس فرح اليوم جدا، كان راضي على الانجاز واكد انه البيوتات الاخرى يعني من اللي
خلينا نقول اللي وضعوا بصمة في العراق واللي لهم معايير عراقية عربية عالمية مثل الشيخ الوائلي، الجواهري، الوردي، حسين محفوظ. للمزيد مشاهدينا الكرام ينضم معنا في المرصد الخبري مستشار رئيس الوزراء الجهد الخدمي السيد ضياء الدين ناظم. مرحبا بكم ومساء الخير. مشروع الجهد الخدمي دخل للمناطق الزراعية ودخلت الخدمات كذلك مع افتتاح منطقة الخطيب، ما هي تفاصيل هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك وعلى مشاهدي العراقية. موضوع مشاهدي قناة الفرات تأهيل منطقة الخطيب هي مشاهدي قناة الفرات عفوا موضوع تأهيل منطقة الخطيب، هذا الموضوع مهم جدا، أود أن أشير إليه باعتبار هذه المنطقة تضم بحدود 10,000 وحدة سكنية إضافة إلى عدد النفوس اللي في هذه المنطقة بحدود 50,000 نسمة. هذا الحي هو حي زراعي كان محروم من الخدمات. عندما دخلنا هذا الحي كان شارع رئيسي بحدود 6 متر ومملوء بالتجاوزات والأنقاض وعبارة عن مستنقع. الآن قدرنا أن نفتح في هذا الحي بحدود 5 شوارع رئيسية، هي شارع خولة، شارع الحشيد، شارع مشمشة، شارع الشركة، شارع أبي الأحرار، إضافة إلى الشارع الرئيسي هو شارع الضغط، إحنا حقيقة سميناه شارع الجهد. هذا الشارع بحدود طوله 2200 متر طول وبممرين، كل ممر عرض 10.5 متر، جزرة وسطية بحدود 6 أمتار، إضافة إلى أرصفة قريبة للبيوت بحدود 4 متر لكل جانب. هذا الشارع يربط شارع محوري يفك الاختناقات، يربط بين منطقة الشارع الرئيسي أو السريع صلاح الدين بطريق الغزالية البصرة، هذا شارع محوري. لذلك كان من المهم أن هذا الشارع أن يتم إلى افتتاح وحتى المواطن يعرفه والمشاهد المتلقي يعرفه ويعرف حجم الإنجاز اللي نفذه فريق الجهد الخدمي والهندسي. طيب، وما معايير اختيار المناطق الزراعية في العاصمة بغداد، وهل ستشمل جميع هذه المناطق؟ الحقيقة اختيار المناطق الزراعية المحرومة اللي يعني كانت الحكومات السابقة لم تعر اهتمام بتقديم الخدمات لها، إضافة إلى عدم إمكانية أمانة بغداد أو محافظة بغداد بتوفير الخدمات لها. احنا عندنا معايير ضمن قرار 286 اللي على أساسه ألف أو شكل فريق الجهد الخدمي الهندسي، هو الدخول في المناطق المحرومة الزراعية التي باتت وأضحت واقع سكني، واقع حال سكني ذات كثافة سكانية كبيرة وضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن. لذلك احنا نقلنا هذه المناطق من مناطق محرومة إلى مناطق تضاهي المناطق النظامية. طيب، وهل المشاريع تقتصر على البناء المشاريع الفوقية أو البناء الفوقية، أم أن هنالك ما يركز أيضا على مشاريع البناء التحتية، مياه، مجاري، شبكات صرف صحي؟ فريق الجهد عندما يدخل إلى منطقة تقوم الدوائر الخدمية من بلدية، ماء، مجاري، كهرباء، تنظيم كشوفات فنية مسعرة وتدقق من قبل مكاتب استشارية لكافة الخدمات، خدمات الماء، البنى التحتية والمجاري والتبليط والأرصفة والكهرباء، ويتم تنفيذها عن طريق التنفيذ المباشر. طريقة التنفيذ المباشر تؤلف لجان تنفيذ مباشر بموجب قرار 286، لذلك الأعمال تنفذ بصورة مباشرة وبدون يعني هدر وقت من مناقصات وإعلان وتدقيق عطاءات وغيرها. لذلك يكون فريق الجهد الخدمي والهندسي قد اختصر الروتين والتنفيذ يكون بكلفة أقل وبوقت أقصر. بعض المناطق التي دخلها الجهد الخدمي لا يزال العمل بها متلكئ أستاذ ضياء الدين، هل هنالك لجنة لمتابعة عمل المقاولين؟ أعمال إحنا العمل مالنا مثل ما أشرت مو طريقة المقاولة، إحنا طريقة التنفيذ المباشر تؤلف لجان تنفيذ مباشر موجب التعليمات. هذا اللجنة لها الحق أن تستعين بمتعهد
يعني تحيل الأعمال بحدود 30% من كلفة الكشف. بعض المناطق اللي دخلنا لها كان أكو بها تعارضات لشبكات، يعني أكو مناطق دخلناها هو المواطن مسوي بنى تحتية، تعرفين هذا البنى التحتية مسويها المواطن مو بطريقة نظامية، لذلك من دخلنا بها وبدينا نقشط التربة لتهيئتها للحديل والسبيس والتبليغ، اصطدمنا أن هذه البنى التحتية اللي مسويها من شبكات مي ومجاري يعني مو ضمن المواصفات، اضطرينا أن نعيدها هذه، نعمل كشوفات إضافية وتنفذنا، لذلك تأخرت بعض المناطق في يعني الإنجاز لهذا السبب الرئيسي يعني. طيب شكرا جزيلا لكم سيد ضياء الدين ناظم مستشار رئيس الوزراء للجهد الخدمي، شكرا وتحية طيبة. قال نائب محافظ المثنى مؤيد الياسري في مرصد سابق إن أعمال فريق الجهد الخدمي في محافظة المثنى ركز على المناطق المحرومة والتي لم تدخلها الخدمات. الجهد الخدمي على المناطق المحرومة منها قضاء الرميثة في حي عبد العباس وحي الصادق، وكذلك في قضاء السماوة يعني في بساتين محمد علي، وأيضا الآن يعني إن شاء الله يعني منطقة المعالي، منطقة أبو حجار، وكذلك مناطق في الهلال، منطقة الخميس تم شمولها بالجهد الخدمي، وأيضا في قضاء الخضر حي الزهراء وحي الملايين. هذه المناطق هي مناطق خارج حدود البلدية لكنها ضمن التصميم الأساسي، وهي مناطق يعني ما كان فيها خدمات أساسية. هذه المناطق الآن أصبحت مناطق خدمية مخدومة من قبل الجهد الخدمي، نعم. من قبل يعني البنى التحتية، ماء ومجاري وكهرباء وطرق، وإن شاء الله في نظم مكتب تنظيمات المرأة في تيار الحكمة الوطنية الملتقى السنوي الثالث للمبلغين والمبلغات استعدادا لاستقبال شهر محرم الحرم. وحضر الملتقى عدد كبير من المبلغات في مختلف محافظات العراق والتي يستلهمن من عقيلة الطالبيين زينب عليها السلام الصبر في مسيرتها الرسالية في استدامة القضية الحسينية وتوظيف منهجها وثقافتها في مظاهر الشعائر الحسينية في شهر محرم الحرم. التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم بجمع غفير من خادمات المنبر الحسيني خلال مؤتمرهن الثالث في النجف الأشرف الذي ينعقد مع قرب حلول شهر محرم الحرام والتصدي للمهام التبليغية. وبين سيد الحكيم أن يوم الغدير ومحرم الحرام يؤكدان رسالة الولاية والحكم ويسى الذين كفروا من المساس بالإسلام، وأكد أن تضحية الإمام الحسين عليه السلام جاءت لتعطي رسالة الحياة للناس على أساس الحق والعدل. وبيّن السيد الحكيم أن المجالس ربت أجيالا في الولاء والتضحية والإقدام، محذرا من استدرار الدموع بكلام لا يليق بالإمام الحسين عليه السلام وقضيته. وأكد السيد الحكيم أن القضية الحسينية واقع نعيشه كل يوم وليس تاريخا نقرأه، ولا بد من تحقيق الفائدة العملية منها. وأعرب السيد الحكيم على استلهام الوحدة من القضية الحسينية لأن الحسين يوحد الأمة، فيما دعا للخطاب الوحدوي المشترك الذي يلين القلوب ويطيب الخواطر. وشدد سماحته على ثقافة المهدوية في المجالس الحسينية وربط الناس مع إمام زمانهم، كما دعا لاستثمار المنبر الحسيني لمواجهة التحديات الاجتماعية لأن منبر الحسين هو منبر للإصلاح. المبلغات أكدن في الملتقى السنوي على استلهام معاني الصبر والفداء من القضية الحسينية. السجاد الخاقاني والمزيد من التفاصيل.
ها هو شهر محرم الحرام يعود بقضيته الإنسانية الخالدة ومصائبه العظام لآل بيت النبوة عليهم السلام، ليتهيأ المؤمنون والمؤمنات لإحياء لياليه وأيامه حزنا وجزعا على ما جرى في كربلاء لسيد الشهداء وآله وأصحابه عليهم سلام الله أجمعين. الزهراء هي محور القضية، النساء محور المجتمع كله، دينم البيت، إذا كانت المرأة صالحة صلح المجتمع، فإحنا امتداد إن شاء الله للسيدة زينب، وأن نكمل هذه المسيرة على أكمل وجه ببركة محمد وآل محمد. ضمن الاستعدادات الموسمية لشهر محرم الحرام، نظم مكتب تنظيمات المرأة في تيار الحكمة الوطني الملتقى السنوي الثالث للمبلغات بمشاركة واسعة، أكد فيه على دور المنبر النسوي في شرح وإيصال معالم وآثار الثورة الحسينية. العالم كله ما توصل مصيبة الحسين لو مهما نبذل من جهود، ما نوصل مصيبة الحسين ولا مصيبة زينب أو سبي زينب أو عائلة الحسين اللي انسبت وشافت ما شافت. إن نقدر علي نسوي يا ابني، وبجهودكم وبجهود كل طيب. يهدف الملتقى إلى إرساء ثقافة ووعي وعطاء القضية الحسينية وإظهار الصورة الناصعة لثورته المباركة وتحقيق أهدافها النبيلة السامية وإبراز الشعائر بما تليق بتلك التضحيات. ولهن بعقيلة الطالبيين زينب أسوة حسنة لمسيرتها الرسالية في القضية الحسينية وتوظيف منهجها وثقافتها في مظاهر الشعائر الحسينية في شهر محرم من الحرام. من النجف الأشرف، السجاد الخاقاني، الفرات. أعلن رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي في مؤتمر صحفي أن الشهر المقبل موعد إعلان أسماء المشمولين بقرعة الحج للعام القادم، وأشار إلى وجود تسهيلات كبيرة لدخول الحجاج إلى مطار بغداد الدولي. إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه سيكون العام القادم، وأحب أن أطمن جميع الناس أننا اليوم وقبل يوم أكملنا جميع متطلبات، أغلب جميع المتطلبات للموسم القادم بإذن الله تعالى، وأكملنا مناسكنا في عرفة وفي منى، وخصوصا الأماكن التي ستقدم للحجاج للموسم القادم بإذن الله تعالى. وننوي إن شاء الله في الشهر المقبل سنجري القرعة لموسم ونصف، لأننا عندنا بقية أعداد من القرعة الماضية ما تقدر نصف العدد للموسم القادم. إن شاء الله سنعلن للشهر القادم في محرم، في بداية محرم نعلن قرعة لموسم ونصف بإذن الله تعالى، لنشمل الطبقات المشمولة ضمن القرعة. شرعت قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي بعملية أمنية واسعة لتأمين وتفتيش مناطق جنوب غرب نينوى. وشملت العملية التي شارك فيها قسم العمليات والاستخبارات فضلا عن معاونية الاستخبارات والمعلومات وهندسة المتفجرات والإعلام والاتصالات والطبابة وقطعات الفرقة 20 للجيش العراقي دهم وتفتيش صحراء الحضر جنوب غرب محافظة نينوى. وتأتي العملية بهدف ملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعها وفرض الأمن والاستقرار في عموم المحافظة. تطلق القوات الأمنية بين فترة وأخرى عمليات ملاحقة واسعة لفلول عصابات داعش وضرب أوكارهم، حيث انطلقت المرحلة السابعة من عمليات سيوف الحق التي شاركت فيها قطعات من قيادة عمليات صلاح الدين وكركوك وغرب نينوى والأنبار وشرق صلاح الدين وديالة، وفق معلومات استخبارية دقيقة وإسناد طيران القوة الجوية والجيش. انطلقت عملية سيوف الحق المرحلة السابعة، طبعا هذه العملية مهمة جدا في عدد كبير من قواطع العمليات، كانت بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش، عملية مهمة جدا في قيادة عمليات كركوك وفي قيادة عمليات ديالة وفي قيادة عمليات صلاح الدين وفي قيادة عمليات شرق صلاح الدين وفي قيادة عمليات الأنبار. طبعا العملية كبيرة جدا وواسعة، وحققت أهدافها تدمير عدد كبير من
المضافات وكذلك المخابئ. العمليات الأمنية تنفذ وفق رؤية عسكرية استراتيجية تحدد خلالها الأهداف الأكثر أهمية في ملاحقة ومتابعة الأوكار الإرهابية واستهداف فلول داعش ممن ما زالوا يختبئون في بعض المناطق الجبلية والمنحدرات، وتكون المطاردات مستندة على معلومات استخبارية وتنجح في الإطاحة ببعض أفراد وقيادات داعش الإرهابي. نعتقد أنه العمليات الأمنية التي تجري بين فترة أخرى يجب أن تستمر وتستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة، لأنه نلاحظ بين فترة أخرى تكون تعرضات من قبل عصابات داعش أو فلول عصابات داعش على القوات الأمنية أو المواطنين في مناطق معينة تعتبر مأوى لعصابات داعش في السابق. خلايا داعش النائمة وبعض فلول التنظيم التكفيري ما زالت تواصل تهديد الأمن في البلاد بتنفيذ هجمات إجرامية تستهدف القطاعات الأمنية والمقار العسكرية وبعض المناطق الواقعة في أطراف المدن أو التي توصف بالرخوة أمنيا. صباح حكيم، الفرات. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.